السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث. في هذه الحلقة سنخصص الحديث عن تصاعد الاحتجاجات في العاصمة صنعاء ضد سلطة الميليشيا التي أصبحت عاجزة عن تسليم رواتب ومستحقات الموظفين. إذن مشاهدينا، صدام وشيك بدأ يخرج للعلن بين الميليشيا وموظفي الدولة، يراه البعض مقدمة لما أسموه ثورة الجياع ضد الميليشيا التي أصبحت عاجزة عن دفع رواتب ومستحقات الموظفين في العديد من قطاعات الدولة. يوما بعد آخر تتصاعد وتيرة احتجاجات الموظفين المطالبة بدفع رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية، الأمر الذي دفع بالميليشيا إلى القيام بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة ضد المحتجين في محاولة منها لقمع أي حراك شعبي ضدها. وتواجه الميليشيا مأزقا كبيرا بعد قيامها بنهب ميزانية البلاد واستنفاد الاحتياطي النقدي لصالح المجهود الحربي، ويرى مراقبون أن هذه الاحتجاجات ستكون القشة التي ستقسم ظهر الميليشيا، وأنها مقدمة لثورة آتية بعد أن عبثت الميليشيا بمقدرات الشعب اليمني. فهل ستكون هذه الاحتجاجات إذانا بانتهاء سلطة الميليشيا، أم أن الميليشيا ستستمر في ممارسة أدواتها القمعية بعد أن أصبحت مسارا حتميا للخروج من مربع الانهيار الاقتصادي؟ هذا ما سنناقشه الليلة في حلقة زوايا الحدث. لكن مشاهدينا، قبل أن نبدأ النقاش نذهب لنتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. عامان والاقتصاد الوطني على شفا الانهيار، واليوم يصل إلى المرحلة الأخيرة التي تعجز فيها السلطات المالية لميليشيا الحوثي والمخلوع عن دفع مستحقات الموظفين. استمرار الحرب في ظل توقف إيرادات الدولة والدعم الخارجي لتعزيز احتياط البلد من العملة الأجنبية وجفاف موارد الموازنة العامة أوصلها لنقطة العجز عن دفع رواتب الموظفين. اليمن الغارق في الدم والسلاح يصل مرحلة خطيرة من باب الاقتصاد الذي حولته الميليشيا إلى مخزون استراتيجي لدعم حروبها وتمويل حملاتها العسكرية، حتى استنزفت آخر أوراقها الاحتياطية من النقد الأجنبي وتقلص رصيد العملة الوطنية تماما، لينعكس ذلك على مصادر دخل الموظفين. ففي كل مرة تلجأ السلطات الانقلابية لاتخاذ خطوات عبثية غير مسؤولة بحق المال العام ومصرف اليمن المركزي، آخرها إقدام الميليشيا على صرف رواتب الموظفين من العملة التالفة، والذي اعتبره خبراء مؤشرا خطيرا للانهيار الوشيك وستفضي تبعاته إلى كارثة على الجميع. موظفو الدولة هذا الشهر تفاجأوا بامتناع مؤسساتهم عن دفع رواتبهم، ما تسبب بموجة غضب كبيرة لدى المواطنين خرجت على إثرها تظاهرات وشكلت اعتصامات مفتوحة. إلا أن الميليشيا وكالعادة قابلت مطالبات الموظفين المشروعة بالقمع، حيث تقول المصادر أنها أقدمت اليوم على اعتقال وملاحقة العديد من موظفي وزارة التعليم العالي على خلفية مطالباتهم. ينفذ صبر المواطنين وتتصاعد موجات غضبهم وسخطهم على الميليشيا وسلطتها، فهل ستكون بداية بركان هيأته إجراءاتها الأخيرة وتعديها على مصادر دخل الغالبية في بلد غني بالأزمات فقير بالاحتياجات الأساسية؟ إذا مشاهدينا، لبدء النقاش سينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي سيد عارف أبو حاتم. سيد عارف، مساء الخير. أهلا وسهلا. سيد عارف، كما تابعتم وتابعنا اليوم احتجاجات في العاصمة صنعاء من قبل موظفي الدولة، يعني هذه الاحتجاجات هل يمكن القول أنها مقدمة لما بات يعرف بثورة الجياع؟ بالتأكيد أنها مقدمة. الحرب الاقتصادية حرب فعالة وحرب ليس لها قائد كما يقال، هذه حرب جياع، ثورة جياع. لا يوجد لها قائد، لما يوجد لها هدف واحد وهو استعادة دولتهم. الناس في صنعاء يشتاقون لدولتهم، لمؤسساتهم، يشتاقون للنظام والقانون. هذه ميليشيات نهبت الدولة اليمنية، نهبت المؤسسات، كثير من أموال الشعب ذهبت إلى جيوب متنفذين. قبل أقل من أسبوعين هناك شركة أوروبية أعلنت أن محمد علي العماد أسس شركات نفط عملاقة باسمه، وتم الإعلان عنها عن طريق الغرف التجارية الأوروبية. هذه فضائح، هذه القيادات الميليشياوية التي تقول للشعب اليمني لم يعد هناك رواتب. للأسف الشديد، وهذه نقطة يجب أن يفهمها الناس، أن الجماعة الحوثية صحيح أنها تأخذ 100 مليون دولار شهريا مجهود حربي، لكن من أين تأتي بها؟
لا يجي المحافظ البنك ويوضع المسدس في رأسي يقول له أعطيني 100 مليون ريال مجهود حربي، لا. هذه تأتي عن طريق الفساد الذي كان موجود في وزارة الدفاع. نلاحظ أن الأموال التي كانت تذهب للمناطق العسكرية والدفاع الجوي والحرس الجمهوري، كان هناك فارق ملايين كبيرة جدا تدفع لها، وكان معظمها أسماء وهمية. كان يقال بأن الحرس الجمهوري وحده فيه 57,000 اسم وهمي. هذه الملايين والفوارق يأخذها الآن الجماعة الحديثة اسم الجود الحربي. مضافة لذلك أن هناك كان مليار و200 مليون دولار هي ميزانية مؤسسة الأسد الجمهورية فقط لوحدها، وهي واقعها الفعلي أقل من الثلث. ومع ذلك العهدين عهد صالح وعهد هادي لم يتم تصحيح هذا الفساد الموجود في وزارة الدفاع وفي مؤسسة الرئاسة وفي غيرها. جاء الحوثي وغنم فساد العهدين، وحاليا يصرفها مجهود حربي. هذه النقطة التي للأسف الجماعة الحوثية صحيح أنها هناك مليارات كانت موجودة في البنك المركزي منذ ما قبل فترة طويلة جدا من عهد آخر طبعا التي عملتها الدولة اليمنية، طبعا الريالات اليمنية، وكان حينها بغطاء. كان هناك في تجنيب لأموال تقريبا ما بين 60 إلى 70 مليار دولار مليار ريال، هي التي أخذتها الجماعة الحوثية و باسم وجود حربي باسم رواتب وباسم فوارق أسعار وفوارق فوارق صرف، واستفادت منها في خدمة أشخاصهم وفي خدمة معاركهم، بما معنى أخذوا أموال الشعب وقتلوا بها الشعب اليمني. نعم، يعني في ظل أيضا سيد عارف، يعني في ظل هذا الفساد الذي ذكرته وأيضا الاحتجاجات التي خرجت في معظم المؤسسات يعني مطالبين بمستحقاتهم مرتباتهم الشهرية، يعني قوبلت هذه الاحتجاجات بقمع يعني من قبل هذه الميليشيا كما وردتنا الأخبار اليوم، يعني هل ها أسلوب القمع سيؤتي إلى إخماد هذه الاحتجاجات، أم أن المحتجون سيواصلون احتجاجاتهم؟ يعني إلى كيف تنظر إلى الأمر؟ الموظف الذي لديه في البيت 5 أولاد مهما كان صوت أولاده سيكون محرضا أساسيا أن يذهب للقتال وليس للتظاهر فقط. يجب أن ينتزع راتبه من أرواح هؤلاء الناس الذين سرقوا ماله وهدموا دولته، والآن يريدون أن يقتلوا أطفاله جوعا أمام عينيه. الناس لن تصمد ولن تسكت ولن تتوانى، سوف تدافع عن حقها حتى استعادة رواتبها. أستطيع أن أتفهم عندما يقولوا لا يوجد رواتب للجنود لأن الدفاع غير إرادية، لكن وزارة مثل وزارة الاتصالات أليست من أكبر الدول أكبر الوزارات فيها إرادية من قبل المؤسسة العامة للاتصالات أو من قبل هيئة البريد أو من قبل شركة الموبايل وغيرها؟ لماذا يقولون الناس لا يوجد رواتب في هذه الوزارات؟ أين ذهبت الإيرادات الخاصة بالكهرباء وبالاتصالات وبهيئة البريد؟ كيف يقولون الناس لا يوجد والهيئة العامة لتأمين المعاشات التي لديها استثمارات متعددة حتى في شركة السعيدة للطيران؟ لديها ايضا استثمارات هيئه المعاشات، والان ياتوا يقولون الناس لا يوجد رواتب. هناك سرقه وهناك عبث وهناك لا مسؤوليه، لماذا لا يوجد للناس رواتب فيما يوجد للاخرين عمارات وشركات نفط وشركات غاز في اوروبا وفي امريكا وفي كندا وفي عدد من دول العالم؟ لماذا الجماعه الحوثيه اشتروا عدد من الفلل في حده وبنوا العمارات؟ وقد شاهدنا الصور التي اخرجت لمحمد علي العماد وبنيان عمارته كل يوم يطول وكل يوم يزيد، وإذا جاء المواطن يبحث عن راتبه قالوا له لا يوجد لدينا رواتب. هناك أموال نهبت من قبل هذه الجماعة. أعتقد أنه الآن حانت الانتفاضة في الداخل اليمني لكي تتزامن مع قوات الشرعية ممثلة بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي الآن هي على أبواب صنعاء، وأعتقد أن النصر سيكون قريب. ونحتاج الآن الناس في الداخل اليمني ينتظرون إشارة البدء فقط، ونحتاج من شرعيتنا أن تعلن ساعة الصفر، والأخوة في التحالف لن يخذلوننا، وهم سندا لنا كانوا وسيظلوا سندا لنا حتى تحرير كامل الأرض اليمنية واستعادة الدولة اليمنية. نعم، تكرم بالبقاء معنا سيد عارف. سينضم لنا الآن من تعز السيد عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي مساء الخير. يا مساء النور، واهلا بك اخي واهلا بكم. اهلا بك سيد عبد العزيز، يعني او عبد الهادي عفوا. يعني اليوم كما تعلم هناك احتجاجات في العاصمه صنعاء من قبل موظفي بعض المؤسسات للمطالبه بمعاشاتهم ومستحقاتهم، يعني هذه الاحتجاجات الى اي مدى ستؤثر على وضع الميليشيا في اداره يعني في اداره البلد في هذا الوضع تحديدا؟ أعتقد الحديث عن إدارة البلد في هذا الوضع وعن أوضاع
إذا مشاهدينا يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد عبد الهادي العزعزي. نعود إلى ضيفنا المحلل السياسي عارف أبو حاتم. يعني السيد عارف، يعني في حال استمر الوضع على ما هو عليه، يعني كيف سيكون الوضع بعد شهرين من الآن؟ أعتقد أنه تم إبلاغهم بأن البنك المركزي تم تصفيره ولا يوجد لديهم أي ميزانية تغطية على رواتب الناس بعد أن تم العبث وتم التجريف وتم النهب بشكل مبالغ فيه. كان هناك شائعة أطلقت على الجماعة الحوثية مساء أمس بأن المجتمع الدولي وافق على طباعة ما يعادل مليار و600 مليون ريال دولار. نعم، 600 مليون دولار سوف يتم قسمتها بالتساوي ما بين الشرعية وما بين الانقلابيين. هذا كلام غير صحيح. نعم، لأنهم بهذه معناه أنهم بودوا الحرب وأنفقوا على المقاتلين الحوثيين لكي يستمروا في قتال الشعب اليمني، وأيضا تم التسوية ما بين الشرعية والانقلاب. نعم، هذه معلومة كانت غير صحيحة. الجماعة الحوثية بس يطلقونها لتخدير جماعتهم في الداخل على الشعب الآن أن يتجه إلى مقرات انصار الله وإلى منازل قيادة انصار الله ليعرف أين ذهبت أمواله، وإلى شركاتهم ليعرف أين ذهبت أموال هذا الشعب ولماذا رحلوا أبنائهم. وهذه معلومة مؤكدة بأن مثلا قيادة الجماعة الحوثية في إب تم ترحيل أبنائهم إلى كندا وإلى القاهرة، وتم شراء عقارات وفتح شركات وفتح استثمارات هناك. نعم، من أموال الشعب التي نهبوها، وفيما بقوهم في الداخل اليمني ليقودوا المعركة حتى اللحظات الأخيرة ومن ثم سوف يفرون. نعم سيد عارف، نتوقف عند هذه النقطة. يعني سينضم إلينا الآن يعني أحد موظفي الدولة السيد إياد علي. يعني سيد إياد مساء الخير. سيد إياد هل تسمعني؟ أهلا بك سيد إياد. يعني بداية صف لنا حال الموظف اليمني خلال الأشهر الماضية، يعني هل كان للإجراءات التي اتخذتها الميليشيا بقطع مستحقات الموظفين أثر على وضعهم المعيشي؟ لقد أثر على وضع المعيشي على جميع الموظفين. نحن كموظفين في الدولة أثر علينا استقطاعات المستحقات، تأخرت حتى صرف الرواتب، وحينما تصرف الرواتب لا تصرف في أوراق مالية للأسف، ما تستحق حتى أن المساء تعتبر لنا حتى حساسية، والبعض من السخرية يكون في غسل الأموال وإعادة فيها. نعم، لكن ما يعني ما الذي تم في هذا الشهر؟ يعني هل هو استقطاع أم أنه تم إيقاف المرتبات لهذا الشهر بشكل تام؟ المرتبات تم صرفها، لكن المستحقات الأخرى كالحافظة الشهرية والقيمة المستحقة الأخرى تم إيقافها نهائيا. كماذا المستحقات يعني؟ مستحقات يعني الحافظ الشهري هو يعتبر من وزارة إلى وزارة في وعدها 50% وبعضها 100% كالراتب مباشرة. يعني إذا راتب الدولة الموظف 40,000 فيستلم حافظ 40,000 في بعض الوزارة، وبعض الوزارات يستلم الحافظ 20,000. تم إيقاف هذا الشهر. نعم، يعني هناك احتجاجات قمتم بها اليوم، ما يعني ما مستقبل هذه الاحتجاجات؟ هل ستستمر أم يعني أنها إذا قوبلت بالقمع أو بالتعسف ستتوقف؟ لا، حالياً نحن بلعنا في وقفات احتجاجية مضالين في إعادة المستحقات، فإذا لم تتخلوا على النقابة، فالنقابات العامة تعطى الإضراب العام حتى تم صرف المستحقات بشكل كامل. نعم، يعني وإذا ما استمر في يعني استمروا في عدم التجاوب إلى أين؟ فتم إيقاف العام حتى تم صرف المستحقات. يعني هل هناك أي قمع تتعرضون له أو تهديد من قبل الميليشيا؟ كقمع يعني إداري، ليست كتدخل بالسلاح أو اعتقالات. يعني هناك عمليات اعتقالات حدثت؟ اعتقالات سمعنا هذا اليوم أن تم اعتقال أحد الموظفين من الزملاء. نعم، إذا شكرا لك إياد علي أحد موظفي الدولة، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. نعود إلى ضيفنا الذي انقطع الاتصال به منذ قليل السيد عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، يعني كنت قد سألتك أن هناك اليوم احتجاجات في صنعاء من قبل موظفي الدولة تجاه الاستقطاعات والتعسفات وعدم صرف بعض المرتبات في بعض المؤسسات، يعني هذه الاحتجاجات هل ستضعف من يعني من الميليشيا في إدارة الوضع الحالي في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها؟ بالتأكيد لن يظل الناس بدون رواتب في بلد أساساً الرواتب أقل من الحد الممكن للحياة.
لا يمكن للناس أن تتحمل حالة البقاء شهر أو أشهر بلا رواتب إذا كان الموظف ينتهي راتبه تاريخ 10 من الشهر، وبالتالي يظل في فترة طويلة يعيش كما يقال بالسالب. البلد تسير بهذا الاتجاه، تم إيقاف قسم كبير من الإيرادات المخصصة على رأسها إيرادات الكهرباء وأيضا إيرادات النفط والإيرادات الأخرى توقفت تماما. البلد دخلت مرحلة شلل تام، وبالتالي هذه المسألة متوقعة منذ فترة مبكرة. إذا كانت إلى اليوم على مدار سنتين صمدت رواتب الناس، لأن بقية كنود الموازنة تم إيقافها ولم يبقى إلا الباب الأول من الموازنة، وهذا الباب يذهب قسم كبير منه كمجهود حربي. الآن وصلت العملية إلى حالة إفلاس، وسوف تواجع المسألة أيضا برواتب المتقاعدين وبقية الرواتب المخصصة. البلد وحالها واقف تماما، نحن على أبواب انهيار اقتصادي، وبالتالي يجب التدخل السريع ونقل المركز المالي بأسرع ما يمكن. إذا استمرت العملية فهي سوف تؤدي إلى شلل تام. الاحتجاجات لن تتوقف، الناس لن تعمل بدون رواتب. نعم، لا يمكن أن تعمل ما دام لا تتقاضى أمر. نعم سيد عبد الهادي، مسألة مفرغ منها. نعم سيد عبد الهادي يبقى معنا. نعود لسيد عارف أبو حاتم بسؤال أخير. يعني سيد عارف، خلال الأيام الماضية اتخذت الحكومة قرارات بعدم التعامل مع البنك المركزي في صنعاء، يعني وعدم توريد الموارد موارد المدن المحررة إلى صنعاء. يعني هل هذا القرار تأثير على وضع الميليشيا؟ أعتقد مسألة نقل البنك المركزي تحتاج إلى رؤية اقتصادية متكاملة، تحتاج إلى منطقة آمنة، تحتاج إلى ضمانات كافية. أنا أعتقد لو كان تم نقل البنك المركزي إلى مأرب مثلا سيكون على الأقل هناك مطمئن للناس، لأنه الأحداث في عدن لم تستقر بعد. هناك جماعات إرهابية خلقها علي عبد المصالح في عدن تهدد الأمن والاستقرار هناك، ولكن مأرب أكثر أمانا. ثم بعد ذلك أن مأرب أكثر ضمانا بأن يستلم كل اليمنيين حقوقهم. إذا ما ذهبت البنك المركزي إلى عدن بسبب الظروف الأمنية هناك وميليشيا وخلايا علي عبد الله صالح لا تزال فاعلة هناك، خلايا نائمة لعلي صالح، الخوف أن يتم قطع الرواتب عن بقية الشماليين، ما الذي سيضمن لابن المحويت وعمران وصعدة أن يستلموا رواتبهم من عدن؟ وتعرف أنه مسألة نزول الشماليين لعدن حاليا بسبب الإجراءات الأمنية التي اتخذها الحزام الأمني أصبحت أكثر تعقيدا. فأعتقد أن المسألة تزال تحتاج إلى رؤية متكاملة وإلى دراسة من الناحية الاقتصادية ودراسة جدوى مع البنك الدولي، مع صندوق النقد الدولي، مع الخبراء الاقتصاديين، مع الجوانب الأمنية، مع قيادة التحالف في الجنوب. مسألة تحتاج إلى رؤية أكبر من تحدث عنها هنا. وأعتقد حتى حسب علمي أنه محافظة مأرب هي الأكثر جدارة بأن تتولى، باعتبار أنه خلال سنتين لم تسجل حالة أمنية واحدة فقط في مأرب. الأمن منضبط تماما رغم أنها تأوي أكثر من مليون شخص من كل المحافظات، وهي مدينة صغيرة جدا. أعتقد حتى الآن لا تزال الدراسات تشتغل في هذا الجانب، وثقتنا كبيرة بحكمة دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن داغر، هو صاحب رؤية وهو رجل دولة ورجل لا يتخذ أي خطوة إلا بعد دراسات واستشارات معمقة. نعم، إذن أشكرك المحلل السياسي السيد عارف أبو حاتم، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. نعود بالسؤال إلى السيد عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، يعني في حال استمر الوضع على ما هو عليه، كيف سيكون الوضع يعني بعد شهرين في ظل يعني عدم قدرة هذه الميليشيا على صرف مستحقات الموظفين ومرتباتهم؟ في هذه الحالة قد تدخل هذه المناطق حالة مجاعة، كما قلت لك ما يتقاضاه الموظفين بالكاد يفي بمتطلباتهم في ظل وضع قائم. أيضا عمال البناء والإنشاءات، بقية المهن الأخرى، البلد حالها واقف. وبالتالي إن كانت الأمم المتحدة تقول أن هنالك 5 مليون يعني بأمس الحاجة إلى المساعدة، فربما نصل إلى أكثر من 20 مليون من سوف يكونون بأمس الحاجة إلى المساعدة في كل هذه المناطق. وهذه المحافظات هي المحافظات الأكثر سكانا، كمحافظة مثلا محافظة تعز، الحديدة، عز، ذمار، صنعاء، عمران، هذه مناطق مكتظة المحويت حقها. بالتالي العدد الكبير للموظفين وبالذات في القطاع المركزي في أمانة العاصمة سوف يطرح تحديات كبيرة على من
دائما الناس تقول ان على من يمسك بزمام الامور ان يدفع رواتب الناس او نعم. عليه ان يغادر اذا كان عاجزا عن دفع رواتب عليه ان يغادر لن تستطيع الناس هذا ما يجب بالفعل نعم سيد عبد الهادي هذا ما يجب بالفعل يعني لكن في ظل ما تحدثت انه يعني يتوجب على هذه الميليشيا ان تكون مسؤوله اذا كانت فعلا يعني تريد ان تفرض سيطرتها لكن هي اليوم قامت بقمع الموظفين المحتجين وملاحقه البعض واعتقالهم يعني هل اسلوب القمع سيجدي في قمع ثوره يعني الجياع التي خرجت يعني باحثين عن لقمه العيش لا اكثر هل يستطيع رب أسرة كما يقال أن يقمع أطفاله عندما يشعرون بالجوع؟ هنالك قوة محركة هي الحاجة وهنا مبدأ الحاجة ما فرض الاستقرار طوال الفترة الماضية في هذه المناطق هي استمرار الرواتب الذي أدى إلى تناسق الجيش والأمن وجماعة الميليشيا هي الرواتب وبالتالي الرواتب قوة سيطرة أساسية والبعض يسميها الجنرال راتب هو من يقود الناس ويلزمهم أعمالهم أن استحملت كل شيء لأن هذا مصدر رزقهم الوحيد في بلد يعب بالفقر أو أفقر على مدى أكثر من عقدين من الزمان تم إفقاره بشكل منظم وبلد أيضا على يتجه كما يقال على اقتصاد السوق وبالتالي تظل الرواتب هي القوة الحقيقية المحركة ليس للموظفين بل للسوق المحلية أيضا في مقابل لأن حركة التجارة داخل البلد وحركة الأعمال كلها مرتبطة بأداء الرواتب نعم. فإذا توقفت الرواتب في ظل انعدام الكهرباء في ظل الأزمات المختلفة الناس سوف تدخل أزمة مركبة نعم سيد عبد الهادي يعني هل يمكن القول أن الميليشيا وضعت يعني وصلت إلى وضع انفلات في ظل يعني نفاذ الاحتياطي المالي؟ هو الآن وضع الاحتياط المالي هذا يترك كيف رئيس الوزراء السابق وصل إلى اتفاق اقتصادي مع هذه مع جماعة الانقلاب وأبقى البنك المركزي وأوهم الناس بمسألة الحيادية هذه الحيادية البنك المركزي إذا لم تعمل الدورة النقدية بالمال من البنك وإلى السوق ثم من السوق إلى البنك وتوقفت هذه الدورة يبدو أن البنك قد وصل إلى تخمة فيما يعرف بشراء أذون الخزانة وبغيرها وبإسالة العملة الصعبة وبالتالي هو لا يستطيع أن يطبع العملة دون موافقة البنك الدولي وهنالك كومة إجراءات على هذه الآن نحن في الربع الثاني لازلنا في شهر ثمانية من الربع الثاني نعم. يعني من الربع الثالث وبالتالي كيف ستواجه مسألة الربع الرابع وبالتالي العام القادم لا زال شهر 9 و10 و11 و12 نعم. وبالتالي كيف يمكن إعادة معالجة هذه المسألة هذه مرتبطة بالأداء إذا نعم. البنك بشكل عام كان خارج مسألة نعم ولكن سيد عبد الهادي هل يمكن أن نشهد أن هناك جهات خارجية كدول أو جهات معينة قد تدعم الميليشيا في الاستمرار ومن ثم رفضها اقتصاديا؟ كم سوف ترفضها اقتصاديا هنا المسألة هذه رواتب وبشكل مستمر المبلغ كبير جدا وعدد الموظفين نسبتهم كبيرة أكثر من 500,000 إضافة إلى الجيش الذي لا نعرف تماما كم عدده وهذا وأيضا الداخلية المسألة قد تنتقل من الوزارة المدنية إلى الوزارات العسكرية والناس قد استنفذت ولا تمتلك أي أدوات مالية إضافة إلى عدم وجود النفط الذي كانت الجماعات قد استغلته في تحقيق إيراد كبير بحكم حالة التضاعف في الأسعار أيضا غياب الطاقة وغياب كافة المصادر إذا هنالك حالة توقف تجري عمليا داخل هذه المحافظات الناس لا تستطيع أن تدفع نعم سيد عبد الهادي ما هي قراءتك للمستقبل القريب؟ هنا البلد دخلت الآن عمليا مرحلة إفلاس نعم يعني أنا كنت قد سألتك يعني ما هي رؤيتك للمستقبل القريب سيد عبد الهادي؟ الآن العملية نفسها دخلت مرحلة إفلاس وبالتالي إما أن كما يقال إما أن تفي أنت بالتزامات الناس أو أزح نفسك قبل أن يزيحك الناس لن تسكت الناس لا يستطيعون أن يعملون بالمجان لا يمكن للناس أن تعمل بالمجان وإذا عملت كيف يمكن أن تغطي أدواتها إذا كانت تعجزت عن الرواتب فما بالك بقية المستلزمات نعم. المرتبطة بأداء العمل والبقاء نعم. المسألة تأخذ الآن أشبه بمتتالية عددية سوف تتصاعد المسألة خلال الأشهر القادمة وإما أن تلجأ إلى بيع وصول وهذه لا تستطيع عملها بحكم
العلاقات المكثفه للبنك المركزي، هذه مؤسسه ماليه مرتبطه بمؤسسات نعم. ماليه دوليه، وبالتالي لا يمكن تجاوز هذه المساله حتى ربما قد تلقى القناعات الى طابع بدون غطاء نقدي. نعم سيد عبد الهادي، يعني من خلال النظره للواقع الحالي في المناطق الشماليه، يعني هل نستطيع القول ان هناك حراك شعبي قادم؟ بالتأكيد 1000% سوف تتضاعف المسألة، سوف تنتقل من الموظفين إلى القطاعات الأخرى، القطاعات الأخرى يحركها قطاع الرواتب، حتى المحلات التجارية، السوق، بقية الأعمال يحركها قطاع الرواتب. الناس مقبلة الآن على عيد، وبالتالي أيضا عليها التزامات مختلفة لأطفال لا يفهموننا معنى ظروف الميليشيا أو حالة الحرب أو غيرها أو مسألة السيادة، أو الناس الآن صارع من أجل البقاء، من أجل لقمة العيش. نعم، إذن أشكرك المحلل السياسي السيد عبد الهادي العزعزي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. كما يعني مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقة الليلة، في الختام نشكر ضيوفي، كان معي المحلل السياسي عارف أبو حاتم من الرياض، وأيضا ينضم إلينا أحد الموظفين من صنعاء أياد علي، وكما هو الشكر للسيد عبد الهادي العزعزي. مشاهدينا ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وأيضا هي من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، أترككم في رعاية الله وحفظه.